كيف ممكن تعرف إذا كان آيفونك جديد أو مجدد؟ توجه على خيار عام من الإعدادات وبعدين على خيار حول اللي موجود فيه على الصفحة وبعدين شيك على رقم النموذج. إذا كان رقم النموذج يبدأ بحرف الـ مثل ما واضح في الصورة فهذا يعني أن الجوال جديد، أما إذا كان يبدأ بحرف الـ F فمعناته أن الآيفون مجدد.